وسط مشهد معقد وتوازنات تفرض الكثير من المواقف، تنذر الأرقام بعودة تاريخية لحزب العمال في قيادة الحكومة البريطانية في انتخابات الرابع من يوليو، عودة تحمل في كنفاتها عددا من التأويلات حيال ملفات اقتصادية وأخرى سياسية قد لا تشكل خلافا كبيرا بين قطبي 10 داونينج ستريت. وفيما تشهد الساحة الدولية عددا من الأحداث التي تبحث عن نهايات، ينصب تركيز الناخب البريطاني على الاقتصاد وعلى الضرائب وعلى غيرها من ملفات الاقتصاد، وتبقى العين مفتوحة على اسم ساكن البيت الأبيض الجديد في الشطر الآخر من الأطلسي. مرحبا بكم في الرابط. فيما تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في لندن نتائج انتخابات الرابع من يوليو، تشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال وبفارق كبير عن المحافظين، وعن ذلك نتساءل الليلة، هل يشهد الموقف البريطاني انعطافا فيما يتعلق بملفات التوترات الجيوسياسية بالتحديد في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، وكيف يبدو مستقبل العلاقة بالولايات المتحدة؟ أما في الشق الاقتصادي فنتساءل، هل يتغير المشهد الاقتصادي في البلاد بتغير الحكومة، وكيف تتأثر ملفات الطاقة وهجرة المستثمرين بذلك؟ محاولات إعادة عجلة الاقتصاد إلى طريقها ملف حاسم في الانتخابات البريطانية، وكمؤشر على مدى نجاح السياسات الاقتصادية يحاول الحزبان المتصدران العمل والمحافظين استعادة ثقة الناخب بالإجراءات الحكومية، بينما تترقب الأوساط السياسية على ضفتي الأطلسي اسم ساكن البيت الأبيض الجديد. نتابع التفاصيل. الرابع من يوليو موعد الانتخابات العامة المبكرة في بريطانيا يقترب، فيما يبتعد حزب المحافظين أكثر فأكثر عن حلم استمرار السيطرة على رئاسة الوزراء التي دامت 14 عاماً. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب العمال بقيادة كير ستارمر بفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه حزب المحافظين الذي يحوز على تأييد 20% من الناخبين. رئيس الوزراء ريتشي سوناك يصعد من هجومه ضد منافسه ستارمر، ويشبه سياساته الاقتصادية بسياسة ليستراس، محذرا من زيادة ضريبية غير معلنة يخطط حزب العمال لفرضها حال فوزه. ينفي ستارمر أي نية لرفع ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة على السلع، فيما يؤكد أنه يخطط لوضع حد أقصى لضريبة الشركات عند 25%، فيما وزيرة خزانة الظل العمالية تكرر لقاءاتها بالمستثمرين ورجال الأعمال وتؤكد نية حكومة العمال دعمهم. تطمينات لا تبدد قلق الأثرياء. تتوقع وكالة بلومبرغ أن تفقد المملكة المتحدة أكثر من 9500 مليونير هذا العام، لكن سياسات المحافظين لم تبقي على الأثرياء أيضاً. فمنذ عام 2017 غادر أكثر من 16,000 ثري المملكة المتحدة. البيان الختامي لحزب العمال يعد بنمو يعتمد في جزء منه على مراجعة الإنفاق الحكومي، في وقت أصبح فيه الدين العام للبلاد أعلى مما كان عليه منذ 63 عاماً، مراجعة قد تطيح بتعهد رئيس الوزراء ريتشي سوناك بزيادة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهي وعود باركها حلف الناتو في خضم مواجهة أوسع مع روسيا. ستكون أولى مهام ستارمر في حال وجد نفسه رئيسا للوزراء الإعداد لقمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن في الأسبوع الذي يلي فوزه، سيناقش فيها تعهدات بلاده في خطة الإنفاق الدفاعي للحلف. ملفات أخرى تفرض نفسها في هذه الانتخابات، ومنها التصعيد في الشرق الأوسط،
فحرب غزة دفعت البريطانيين من مؤيدي القضية الفلسطينية للمشاركة بقوة. يغازي ستارمر هذه الشريحة بتعهده بالاعتراف بالسيادة الفلسطينية كجزء من عملية السلام، وهو الموقف الذي قد لا يختلف كثيراً عن موقف حزب المحافظين بحسب التقارير. على الضفة الأخرى من الأطلسي، يتحضر الناخب الأمريكي أيضاً لخوض غمار انتخابات رئاسية في نوفمبر، انتخابات قد تأتي بترامب وتعيد الاتفاق التجاري مع بريطانيا إلى دائرة الضوء، وسط محاولات لندن تجاوز آثار الأزمة التي خلفتها ليستراس في مشهد تتشابك فيه خيوط الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية. قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط. إذن فيما تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في لندن نتائج انتخابات الرابع من يوليو، تشير آخر الاستطلاعات في الرأي إلى تقدم حزب العمال بفارق كبير عن المحافظين، وعن ذلك نتساءل الليلة، هل يشهد الموقف البريطاني إذن انعطافا فيما يتعلق بملفات التوترات الجيوسياسية بالتحديد في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، وكيف يبدو مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة؟ كذلك نتساءل هذه الليلة في الشق الاقتصادي، هل يتغير المشهد الاقتصادي في البلاد بتغير الحكومة، وكيف تتأثر ملفات الطاقة وهجرة المستثمرين بذلك؟ هذا ما أطرحه على ضيوفي الكرام في حلقة هذا المساء. إذن ينضم إلي من لندن عبر تطبيق زوم في هذه الأثناء السيد ماثيو ساتن، وهو مدير آتكس بارتنرز، أهلا وسهلا بك. كذلك ينضم إلي السيد باتريك دايموند، وهو رئيس تخطيط السياسات للحكومة البريطانية سابقا، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أيضا ينضم إلينا من ساسكس عبر سكايب الدكتور صادق الركابي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في المركز العالمي للدراسات التنموية. مرحبا بك وشكرا جميعا لوجودكم. نبدأ هذا النقاش بالحديث عن هذه الانتخابات المرتقبة. لأبدأ معك ضيفي من لندن سيد ماثيو، أبدأ في الفترة الماضية تابعنا وفي الأحدث فيما يتعلق بريشي سوناك التحذيرات من أنه خليفته المحتمل، أي الحديث هنا عن زعيم حزب العمال، قد يكون له التأثير نفسه على الاقتصاد البريطاني مثل رئيس الوزراء السابقة ليستراس. كيف تقرأ هذا يعني التصريح وهذا التحذير، وهل هذا يحمل في طياته بأنه سوناك يشعر بأنه يعني حسمت مسألة الانتخابات في الرابع من يوليو ويعكس ذلك تقدم حزب العمال؟ شكرا على استضافتي هذا المساء. أقول ربما بأن رئيس الوزراء ربما بدأ يتوقع بأنه سيخسر الانتخابات، ولا سيما أن استطلاعات الرأي كما ذكرتم تشير إلى تقدم حزب العمال. أعتقد بأنك تشيرين أيضا إلى تعليق ذكره في الحديث تم، وأعتقد بأنه يعرف بأنه سيواجه انتخابات صعبة. طبعا لن نراه من الآن وحتى الانتخابات، لن يقول بأنه سيخسر، طبعا هذا غير متوقع منه، ولكن هنالك بعض الإشارات على أنه سيكون هنالك صعوبات في هذه الانتخابات. طيب هنا أبقى أناقش أكثر مع حضراتكم الشق الاقتصادي لأسأل سيد باتريك، ماذا عن أيضا ما قال عنه ريشي سوناك بأنه إذا أصبح ستارمر إذا رئيس الوزراء فإن الاقتصاد سيعاني وأيضا ستعانون، بالإشارة طبعا إلى المواطنين في بريطانيا، ما هي الخطوط العريضة بالنسبة لحزب العمال فيما يتعلق بالاقتصاد في الفترة المقبلة؟ البعض يرى بأنه حزب العمال بالرغم من كل هذه التصريحات والانتقادات لحزب المحافظين إلا أنه يعني هو لسنوات طويلة خارج سدة الحكم بشكل مباشر، وبالتالي ليس لديه كل هذه الخبرة بالتحديد في ظل الكثير من العثرات الاقتصادية مؤخرا، وبالتالي ما هي الخطوط العريضة المنتظرة؟ أه
أسعد الله مساءكم، يسرني أن أكون معكم. دعوني أقول بداية أن هذا التعليق من قبل ريتشي سوناك بشأن حزب العمال ولا سيما موضوع القدرات على إدارة الاقتصاد أمر مفهوم، لأن موقفه في الحملة قد أصبح صعبا جدا، وكل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيواجه كحزب المحافظين أسوأ هزيمة في تاريخه. إذن طبعا يجد بأنه يستطيع أن يهاجم حزب العمال من منظور الخطط الاقتصادية، ولكن أعتقد ككل هذا أمر غير صحيح، لأن حزب العمال يدير هذه الانتخابات بشكل حذر تماما، ويأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي السائد في المملكة المتحدة، وهو وضع هش لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية بسبب كوفيد وبعض المشاكل الهيكلية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية. إذن حزب العمال يعد بالتزامات محدودة جدا بشأن موضوع الاستثمارات في الصحة والتعليم، ولكن طبعا يعرف بأن موقفه الاقتصادي سيختلف عن حزب المحافظين أو عن الحكومة الحالية. فطبعا على الأغلب لن يكون ما يقوله سوناك صحيحا. طيب، هنا أسألك دكتور صادق الركاب، استمعنا إلى وجهتي النظر فيما يتعلق بالاقتصاد كخطوط عريضة، نفصل أكثر الآن، ولكن أحد أهم التفاصيل الهامة جدا في هذا الملف المخاوف في مرحلة لاحقة من الضرائب وزيادة الضرائب. سوناك أيضا في بعض التصريحات وخلال الحملة الانتخابية روج إلى أنه حزب العمال يخطط لزيادة ضريبية غير معلنة، ولكن حزب العمال قال بأنه يلتزم بما تم الإعلان عنه سابقا. هذا البند يخيف الداخل البريطاني والخارج من المستثمرين، ما الذي نتوقع بهذا الصدد؟ نعم، تحية لكم. يبدو أن التصريح الرئيس الوزراء ريتشي سوناك هو صادر عن معطيات وبيانات لديه، يعني أولها قيمة العجز المالي. العجز المالي لدينا يفوق الآن 33 مليار جنيه استرليني، ويتساءل ريتشي سوناك إذا كان حزب العمال، يعني يتساءل بشكل غير معلن، إذا كان حزب العمال يريد مثلا أن يرفع سياسة التقشف أو أن يخفض الضرائب، فمن أين ستأتي خطة الإنفاق؟ من أين سيأتي تمويل الإنفاق؟ وبالتالي هو يتصور بأن لا بديل عن أن يكون هناك رفع للضرائب، كما يعني صرح في تحذيره للمواطنين البريطانيين. وحتى لو تمكن حزب العمال من تقليص هذا العجز، فأنه سوف يبقى لدينا فجوة مالية بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، وهذه أيضا صعب تمويلها. الأمر الآخر، أننا يجب أن لا ننسى، وأنتم أشرتم في مقدمتكم بشكل سريع إلى هذه النقطة، يجب أن لا ننسى أن 14 عاما من الأزمات المتكررة على بريطانيا والعالم، من كوفيد، من حرب أوكرانيا، وهذه كلها لم يكن حزب العمال في الحكم. صحيح كان يعارض وكان يعني لديه اطلاع، ولكنه كان فقط يكيل التهم من دون أن يوجد الحلول. وهذا الآن الأمر يضعه أمام المواطن البريطاني، لذلك هم الآن كثيرا حذرون في حملتهم الانتخابية من أن لا يعطوا وعودا كبيرة، لأن حالة الاقتصاد لا تمكنهم من أن يعطوا هذه الوعود. هناك أمور واقعية تفرض على كلا الجانبين، لذلك لا نجد هناك اختلاف كبير في السياسات. صحيح، ابقوا معي أفصل الجانب السياسي أيضا مع حضراتكم بعد قليل، ولكن دعوني لو سمحتم أستعرض مجموعة من الأخبار الاقتصادية. البداية إذن مع هذا التحذير لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كما ذكرنا قبل قليل في مقابلة مع صحيفة سن، من أنه خليفته المحتمل، ونتحدث هنا عن كير ستارمر، إذن في هذه المرحلة قد يكون له إذن التأثير نفسه على الاقتصاد مثل رئيس الوزراء السابقة لستراس. نستمع. I spent a summer, a couple of summers ago, saying that what Liz Truss was proposing was wrong. And I was behind, and everyone said to me, why are you bothering? Why are you still talking about this? No one wants to hear what you have to say. I kept talking about it every day of that campaign because I believed in what I was saying, right? And I said very clearly I didn't think that was right for our country, right? And I was very clear on the first day I got this job that mistakes had been made. I was right then when I warned about Liz Truss, and that's why all of you can trust me now when I also warn about the damage that Keir Starmer would do to our economy.
أيضا ضمن قراءتنا للمشهد الاقتصادي في الانتخابات البريطانية المقبلة، تعهد حزب العمال بالعمل على استراتيجية صناعية جديدة مؤيدة لقطاع الأعمال، كما استبعد بعض الزيادات الضريبية بما فيها ضرائب الدخل والتأمين الوطني والقيمة المضافة، وتحدث عن زيادة الإنفاق العسكري دون تحديد موعد البدء بتلك الزيادات. في قطاع الطاقة يقول حزب العمال إنه سيحاول ضمان استقلالية أفضل في مجال الطاقة، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن فوز الحزب سيهدد استثمارات النفط والغاز في بريطانيا بعد تعهدات بوقف التراخيص الجديدة. أما فيما يتعلق بملف الهجرة، يتعهد الحزب بخفض العمالة الوافدة وملاحقة المهربين لوقف قوارب الهجرة غير إذن الشرعية، عوضا عن خطة الترحيل إلى رواندا. أعود لأستكمل يعني النقاش لأسأل ضيفي هنا بالتحديد سيد باتريك، هذه الملفات الثلاثة التي عرجنا عليها، ناقشنا مستقبل الضريبة وإن سريعا تحدثنا أيضا عن بيئة الأعمال، ولكن فيما يتعلق بقطاع الطاقة وقطاع الهجرة، ما هي الخطط من حزب العمال؟ هل هو قادر على تطبيقها كما ذكرنا في الخبر؟ مع الأخذ بعين الاعتبار نعود ونذكر بأنه الحزب كما ذكر ضيفنا وذكرت أنا قبل قليل أكثر من 14 عام هو خارج سدة الحكم بشكل مباشر، وبالتالي أي خبرة يعني يمتلك؟ هذه نقطة مهمة وهذا سؤال مهم، فيمكن للأحزاب أن تعد بالكثير أثناء الحملة الانتخابية، وحزب العمال لديه الكثير من الخطط الطموحة بالنسبة لقطاع الطاقة، وتنفيذ هذه الخطط لن يكون أمرا مباشرا بالكامل. وبشكل عام حزب العمال في خططه التي تقوم على قدرته بأن يكون هنالك نمو اقتصادي كبير على المديين المتوسط والطويل، بالنسبة لمثلا التدخلات الحكومية هل يمكن أن تحقق ذلك؟ مثلا حزب العمال في بريطانيا ينظر عنكثب لموضوع الخطة الاستراتيجية التي طبقها بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن تدخلات لتحسين تنافسية الاقتصاد وكذلك التعامل مع الفروقات المناطقية. إذا أقول بعبارات فضفاضة ربما بأن حزب العمال سيحاول أن يقدم النمو، ولكن لن يكون قادرا على أن يقدم نموا كبيرا لأنه لا يريد أن يرفع الضرائب. ولكن كيف طبعا الموضوع كيف سيتم تنفيذ ذلك خلال دورة البرلمان القادمة. سيد ماثيو، يعني الكثير من التقارير تشير إلى أنه بريطانيا ما زالت تعاني وبشكل واضح من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما الذي ننتظره في الفترة المقبلة من تحديات لحزب العمال إذا وصل إلى سدة يعني الحكم، أو إذا بقي، إذا كان هناك فرصة أن يبقى حزب المحافظين، كيف سيتم التعامل مع التبعات، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، العمالة، العملة، يعني الاتفاقيات التجارية، هل هناك خطة واضحة لما تبقى من تفاصيل عالقة؟ أعتقد بأن الحملة الانتخابية تأتي فيها موضوع بريكزيت بطرق متعددة، ولكن حزب العمال إذا ما فاز بالانتخابات وشكل الحكومة القادمة، أعتقد أنه سيبحث عن علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد أكثر من حكومة المحافظين، وهذا أمر مفهوم بالتأكيد. أكيد فلديه سمعة دائما أنه كان معارضا لبريكزيت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل سنوات، فإذا فاز حزب العمال نعم أقول بأنه سينظر إلى علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا موضوعات العمال والعلاقات
العلاقات التجارية كما ذكرتم. أما بالنسبة لحزب المحافظين وبعد 14 عاما من الحكم سيحدد علاقاته، وأعتقد أنه سيجد نفسه ربما من دون قوة في الأسبوع القادم بعد الانتخابات. وأعتقد بالنسبة لهم سيكون دورهم كمحافظين هو أن يحددوا ما يتم ويتجهزوا لما بعد ذلك. ابقوا معي أستعرض هذا الخبر سريعا ثم أعود لأستأنف النقاش. إذا نشرت صحيفة إذا فاينانشال تايمز تقريرا حول خطط إذا عدد من الأثرياء الأجانب لمغادرة المملكة المتحدة وسط هذه المخاوف التي تتعلق بالسياسات الضريبية. وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت قد أعلن في مارس الماضي إلغاء نظام غير المقيمين، وهو نظام إذا يقدم إعفاءات ضريبية خاصة بالكثير من الأثرياء أو خاصة هذا النظام والذين فضلوا الإقامة في بريطانيا. أيضا بحسب بلومبرغ تشير التوقعات إلى أن المملكة المتحدة قد تشهد هجرة نحو 9500 مستثمر من الأثرياء خلال العام 2024، وهذا العدد يمثل أكبر أو أكثر حتى من ضعف العدد الذي غادر بريطانيا في العام 2023. أعود لأستكمل هذا النقاش وأسأل هنا دكتور صادق الركابي، مغادرة إذن الأجانب الأثرياء من بريطانيا أولا على جانب السمعة الاقتصادية وسمعة بأنه بريطانيا مركز للأعمال ومركز للأثرياء عالميا، كيف يؤثر ذلك على سمعة بريطانيا بالمجمل؟ على الجانب الثاني اقتصاديا وفي هذه الأوقات التي تعاني منها القارة الأوروبية بريطانيا من تراجع في معدلات النمو، معدلات تضخم ما زالت لم يتم السيطرة عليها بالشكل الجيد، كيف ينعكس ذلك اقتصاديا؟ نعم، هو أمر مهم جدا، لأن بريطانيا كانت معروفة بأنها لها سمعة جيدة وتنافسية عالية في جذب الاستثمارات. الآن هناك استثمار مستثمرون يغادرون، وبالتالي هذا يعطي انطباع ويعني تحذيرات سلبية للكثير من المستثمرين حول العالم بأن هناك بيئة يعني غير مرنة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات. في اعتقادي أن كلا الحكومتين، سواء كان حكومة سوناك إذا فازت أو حكومة العمال، هاتان الحكومتان ستعملان على خطين متوازيين، الأول هو معالجة الأمور داخليا، والآخر هو قدرتها على جذب المستثمرين بشكل يعني يعوض الأموال التي خرجت. نحن نتحدث عن قرابة 500 مليار جنيه استرليني قد تخرج من بريطانيا خلال السنوات العشر القادمة، وهذا رقم كبير جدا جدا. لذلك الآن كلا الحزبين إذا كان هناك قدرة على تمويل استثمارات جديدة فعليهم أن يخلقوا قطاعات جديدة ويبتكروا أسواق جديدة، وبالتالي الآن خلال حملة كير ستارمر ترون أنه يلتقي بمستثمرين، وهؤلاء المستثمرين أعتقد أنهم سيكونون في قطاعات محددة كالصناعة، كالطاقة، كالذكاء الاصطناعي، وهذه القطاعات هي من ستكون محرك الاقتصاد البريطاني في السنوات القادمة. حتى في بالنسبة للرؤوس الأموال التي خرجت، لا ننسى أن بريطانيا لديها شركات أيضا حول العالم، وبالتالي هذه الاستثمارات لن تتركها بريطانيا تذهب من دون أن يكون لها حصة في الأسواق العالمية. وهنا أعرج على العلاقات، علاقات بريطانيا الدولية خاصة مع الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة الأمريكية. العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل حكومة العمال ستكون محاولة للتعاون أكثر في ملفات الهجرة والتعاون حول استثمارات مشتركة. بالنسبة للصين لن تقبل حكومة العمال أن تبقى في نفس النهج الأمريكي المتشدد، وإنما ستطرح نهجا جديدا للتعاون الدولي الأكثر تطور وأكثر استقرار وتوازن من أن يكون هناك حالة من الخصام أو التشدد مع الصين. لأن كان سابقا هناك رؤية لدى حزب العمال لأن تطوير العلاقات الدولية سوف يدعم الاقتصاد. أما بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فهناك الكثير من النقاط التي لم تستطع حتى حكومة سوناك معالجتها بالنسبة للمواد الزراعية المحسنة هيجينيا، بالنسبة لتصدير بعض المواد الزراعية التي يرفضها المزارعون في بريطانيا. هذه كلها أخرت العلاقات التجارية بين البلدين. نستأنف هذا النقاش والمزيد من التفاصيل أيضا بعد قليل، ولكن ابقوا معي ضيوفي الكرام، حلقتنا مستمرة وبعد قليل أناقش مستقبل العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة بين انتخابات يوليو ونوفمبر. ابقوا معنا.
إذن قالت صحيفة بوليتيكو إذن أن قمة الناتو المرتقبة بيوليو ستتيح لرئيس الوزراء البريطاني الجديد فرصة اللقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر القادم. بحسب الصحيفة فإن فوز حزب العمال البريطاني سيدفع بزعيمه كير ستارمر إذن إلى السير على حبل دبلوماسي مشدود قبيل معرفة اسم ساكن البيت الأبيض الجديد. بوليتيكو أيضا قالت أنه بالنسبة لحزب العمال فإن الرئيس الأمريكي السابق غالبا ما يساء فهمه، كما أن العمل مع فريق ترامب يعد أمرا تجاريا بالنسبة للحزب. أبدأ مع سيد باتريك من حيث انتهيت، كيف يعتبر العمل مع فريق ترامب أمر تجاري بالنسبة للحزب حزب العمال؟ ونذكر بأنه يعني عندما كان ترامب في سدة الرئاسة قال بأنه سيتم عقد اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، فانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولم تتم هذه الصفقة، صفقة التجارة الحرة. على ماذا يعول من جديد على ترامب؟ أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نقول بأن إذا أصبح ستارمر رئيس الوزراء، إذا ربح حزب العمال الانتخابات الأسبوع القادم، فهو يفضل أن يكون الرئيس بايدن هو الرئيس القادم للولايات المتحدة، لأنه لا يريد أن يتعامل مع ترامب. وتاريخيا العلاقات جيدة مع المملكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ودائما تعرف على أنها علاقات خاصة لأن هنالك روابط أمن وعسكري أو روابط عسكرية، وأيضا تعاون مخابراتي متجذر وطويل الأمد واستثمارات، وكل هذه العوامل الأمنية والاقتصادية تهيمن على أي فروقات ربما تنشأ بين قادة كأفراد. فإذا أصبح ستارمر رئيس الوزراء، أعتقد أنه سيكون حذراً جداً في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموضوع العلاقات مع الولايات المتحدة أمر مهم. في العام 2000 كان هنالك الكثير من القلق عندما فاز جورج بوش بالانتخابات، لأن الإدراك حينه كان بأن العمال كانوا يفضلون آل غور بأن يكون الرئيس، وبلير في حينه كان أو أراد أن يبرهن أن لديه علاقات شخصية قوية ودبلوماسية مع الرئيس بوش. أعتقد بأن الأمر نفسه سيكون مع ترامب، لأن ترامب طبعا لديه شخصيته المتفردة، وطبعا رئاسة ترامب لن تكون ضعيفة، وسيكون هنالك حرص على علاقات جيدة فيما بين بريطانيا. بالنسبة للتجارة نفسها، فقط دعيني أني هذه الجملة إذا سمحتي، إدارة ترامب ستقوم بالتهرب من القيام بإنشاء منطقة تجارة حرة، لأن المملكة المتحدة تحت حكم ستارمر ستقترب أكثر الاقتصادي. هل يستطيع حزب العمال أن يقوم بهذه الخطوات بعد يعني هذا الدرب الطويل الذي سارت به بريطانيا من أجل أن تصبح خارج الاتحاد الأوروبي؟ والتقارب مع أوروبا كيف يفيد يعني بريطانيا في الفترة المقبلة؟ أعتقد بأنه طبعا ناقشنا العلاقات الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة، ولكن الآن عند الحديث عن الاتحاد الأوروبي، وبالرغم كل ما ذكر هنالك علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا سيصبح أقوى مع الحكومة القادمة. نرى مثلا حزب العمال وستارمر
يدفع نحو علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ولكن هنا علينا أن نذكر بأن الناخبين هنا في المملكة المتحدة قد تعبوا من بريكزيت ومن تبعاتها، وأعتقد بأن ربما علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي ستجعلهم يشعرون بأنهم قاموا بما هو أفضل مما حدث ومن بريكزيت. وطبعا كان هنالك وعود كبيرة جراء بريكزيت لم تتحقق، لذا أقول بأن ستارمر كان ذكيا جدا، فهو لم يتحدث عن بريكزيت كثيرا، ولكن أقول بأن هنالك فهم بالنسبة لموقفه بأنه إذا فاز حزب العمال وشكل الحكومة القادمة في المملكة المتحدة فتستفيد بريطانيا من علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي ككل، ولربما تصلح بعض العلاقات التي تضررت في بعض النواحي جراء سياسات حزب المحافظين بالتعامل مع المجتمع الأوروبي. دكتور صادق الركاب، اسمح لي أسأل حضرتك فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في عهد ترامب أو في عهد بايدن، أين هي المصلحة يعني البريطانية؟ على أي قطاعات أو استثمارات ستركز بريطانيا في الفترة المقبلة؟ وهل يعني التقارب مع أوروبا يعني يجعلها أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الكثير من الانتقادات في الفترة الماضية تبعية بريطانيا للولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن أصدقائها القدامى؟ طيب أنا أعرج على هذا السؤال، ولكن أشير إلى نقطة في السؤال السابق وهي لها علاقة بنفس السؤال. أوروبا التي نتكلم عنها أيام البريكزيت هي غير أوروبا التي حدث الآن في ظل الحرب مع أوكرانيا. أوروبا الآن منهكة ومتعبة، وبالتالي من مصلحة بريطانيا، صحيح أنها سوف تعيد صياغة نوع من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تكون أكثر مرونة خاصة في التعاملات التجارية، ولكنها من مصلحتها أن تبقى أكثر توثقا في العلاقة مع الجانب الأمريكي. وهنا ما هي القطاعات المهمة في هذه العلاقة؟ أولا قطاع الطاقة، وهذا له علاقة بسياسة حزب العمال. حزب العمال عندما يتحدث أنه سوف يقلل من استثمارات مثلا في التنقيب، فإنه بالتالي سوف يزيد من مصادر البديلة للطاقة، وهي سيعتمد فيها على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر. إذن هذا أمر جدا مهم في العلاقة بين البلدين. الأمر آخر الزراعة، القطاع الزراعي جدا مهم بالنسبة لبريطانيا. التبادل الزراعي بين البلدين هو أمر كان يؤخر العلاقة التجارية التي وعد بها ترامب، وبالتالي على الجانب البريطاني الآن أن يوجد صيغة من التوازن في إرضاء الجانب الأمريكي مع بقاء المعايير الصحية للمنتجات الزراعية الأمريكية مقبولة لدى المستهلك البريطاني. والأمر المهم أيضا هو القطاع المعادن والذكاء الاصطناعي أي التكنولوجيا، وهذا أمر جدا مهم بالنسبة لبريطانيا التي تريد أن تنقل اقتصادها إلى اقتصاد رقمي، اقتصاد نظيف، وبالتالي تحتاج إلى التقنيات والتكنولوجيا من الشركات الأمريكية، ولديها أيضا قدرة على الاستثمار في السوق الأمريكية. هذه القطاعات المهمة هي ما ستحدد العلاقة بين الجانبين. ولا ننسى أمر جدا مهم هو طبيعة الاتفاق حول شكل التعامل مع الصين التي هي منافس تجاري اقتصادي مهم لكلا البلدين. ابقوا معي ضيوفي الكرام المزيد من النقاش مع حضراتكم. إذن حلقة الرابط مستمرة ونعود لاستكمال إذن ما يتم الحديث عنه حول رؤية الحزبين للتوترات الجيوسياسية حول العالم. أتساءل هل تشهد المواقف البريطانية انعطافا ما بعد انتخابات يوليو؟ نفصل بعد قليل. إلى الملفات الدولية الآن، والبداية من أوكرانيا، حيث التقارير بأن الموقف من أوكرانيا قد لا يتغير بتغير الحكومة البريطانية، إلا أن الخلاف قد يظهر فيما يتعلق بالإنفاق العسكري. بحسب معهد إذن كيل للاقتصاد العالمي، تلقت أوكرانيا من حلفائها منذ بداية هذه الحرب نحو 146 مليار جنيه استرليني من المساعدات، مقسمة على 75 مليار استرليني كمساعدات
إمدادات عسكرية، والباقي جاء في شكل تبرعات مالية وإنسانية لإعادة بناء المدن وتوطين اللاجئين. بالنسبة لبريطانيا فقد قدمت لندن ما قيمته 4.5 مليار جنيه استرليني خاصة بالمعدات العسكرية، وهو ثالث أعلى مبلغ على الإطلاق بعد ألمانيا والولايات المتحدة. إلى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، تعهد حزب العمال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه بالانتخابات، في خطوة قرأها المحللون ضمن صيغة الدعاية الانتخابية فقط، حيث نص البرنامج الانتخابي لحزب العمال على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حق لا حياد عنه، وأن الحزب يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وعبر مسار مفاوضات يقود إلى حل الدولتين. في 4 يوليو تبدأ بريطانيا انتخابات عامة جديدة، دعا لها رئيس الوزراء الحالي ريتشي سوناك في خضم تنافس محتدم بينه وبين رئيس حزب العمال الجديد كير ستارمر. وتراجع تأييد حزب المحافظين وفق استطلاعات الرأي البريطانية بعد حيازتهم المنصب مدة 14 عاما. يدعى الناخبون البريطانيون لاختيار نائب عن المنطقة التي يعيشون فيها ليصبح واحداً من بين 650 نائباً برلمانياً، ويحق التصويت لكل من تزيد أعمارهم على 18 عاماً. في المملكة المتحدة لا يختار الناخبون رئيس الوزراء بشكل مباشر، بل ينتخبون عضواً في البرلمان لتمثيل دائرتهم الانتخابية المحلية، ويصبح زعيم الحزب الذي يفوز بأغلبية الدوائر الانتخابية رئيساً للوزراء تلقائياً، ويمكنه تشكيل الحكومة شريطة حصوله على أكثر من نصف عدد الدوائر. بالإضافة إلى المتنافسين التقليديين العمال والمحافظين، تتمتع بعض الأحزاب الأخرى بدعم إقليمي قوي، ويمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تشكيل حكومة ائتلافية إذا لم يفز أي من الحزبين الكبيرين بالأغلبية الشاملة. وأبرز هذه الأحزاب الحزب الوطني الإسكتلندي، وهو حزب يناضل من أجل استقلال إسكتلندا، والديمقراطيون الليبراليون، والحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يسعى إلى الحفاظ على العلاقات بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى حزب الإصلاح الجديد الذي شكله متمرد حزب المحافظين والذي قد يسحب الأصوات من المحافظين. أعود لأستأنف النقاش، ونتحدث هنا إذن عن تأثير هذه الانتخابات ونتيجتها على يعني الموقف البريطاني من التوترات الجيوسياسية. أناقش الحديث هنا عن ملفين، أوكرانيا وعن ما يجري في غزة، وأبدأ من غزة لأسأل ضيفي من لندن من عن حزب العمال. إذن سيد باتريك، أسألك، لماذا تعهد حزب العمال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هل سيعترف بها بعد الانتخابات إن فاز في الانتخابات؟ هو بحد ذاته لا يشكل تغيرا رئيسا في وجهة النظر، وهو موضوع حل الدولتين للصراع في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يحتم تواجد دولة إسرائيل جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية معترف بها. يعني تقصد بأنه سيتم الاعتراف بعد حل الدولتين وليس قبل حل الدولتين، على غرار مجموعة من الدول الغربية والأوروبية آخرها أرمينيا اعترفت بدولة فلسطين؟ أنا لا أعتقد أن هذا بحد ذاته تحول كبير، فحزب العمال يلتزم بموقف بشأن الشرق الأوسط منذ عقود، وأعتقد أن ما هو مهم بالرغم من موضوع ذكر موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية في البيان الانتخابي، طبعا هذا أمر بالنسبة لحزب العمال، تعرفين بأن هنالك 3.8 مليون بريطاني قلق
يثقون بشأن تعامل المملكة المتحدة مع الوضع في منطقة الشرق الأوسط. هل هذا الالتزام سيغري البعض بالناخبين مثلا انتخاب الحزب العمال؟ وإذا لم يبدو حزب العمال بأنه يدير الوضع الدبلوماسي بعناية بموضوع المحافظة على العلاقات بين الطرفين المتصارعين في منطقة الشرق الأوسط، ذلك سيبدو أمرا سيئا، وبالتالي هو فقط قدم هذا الأمر في بيانه الانتخابي. طيب إذن سننتظر كيف يتبلور هذا البند أو هذا التعهد إذا يعني ربما فاز حزب العمال في الانتخابات. ماذا عن أوكرانيا؟ وهنا أسأل سيد ماثيو، هناك تقارب طبعا في وجهات النظر بين الأحزاب البريطانية حيال يعني دعم أوكرانيا في مقابل يعني تضييق الخناق على روسيا أكثر، ولكن ماذا عن مستقبل الإنفاق العسكري؟ ماذا عن مستقبل مزيد من الدعم؟ يرى البعض أنه مع تغير سيد البيت الأبيض بنوفمبر المقبل قد يتغير شكل طريقة التعاطي مع الملف الأوكراني، ليس فقط من قبل يعني البيت الأبيض، أيضا حلفاء واشنطن. إلى أين تتجه العلاقة مع أوكرانيا؟ أعتقد أنه من المنظور البريطاني لربما من العناصر الإيجابية خلال السنوات الماضية هو موضوع وجود المحافظين في الحكم وحشد الدعم العام من الرأي العام البريطاني لأوكرانيا. وطبعا يبدو كما ذكرت بأن الحزبين لديهما تقارب في الرؤى بشأن أوكرانيا، فمنظور بريطانيا بأنه سيكون هنالك يعني حكومة عمال جديدة برئاسة ستارمر ربما، وكما ذكر أثناء الحملة الانتخابية سيكون هنالك دعم للرئيس زيلينسكي، ولا نتوقع أن يتغير ذلك كثيرا إن تغير أصلا بعد الانتخابات. أسألك هنا دكتور صادق، البعض يرى بأن الفترة الماضية حدثت الكثير من التغييرات في المشهد السياسي البريطاني، من تغيير رؤساء وزراء بشكل متسارع في فترة قصيرة، الآن الدعوة لانتخابات مبكرة، بالإضافة إلى التعاطي مع الملفات الخارجية. الناخب البريطاني كيف ينظر إلى كل هذا المشهد السياسي المقلق يرى البعض على جانب الناخب وعلى جانب المستثمر، ويعني بالتالي كيف يتخذ خطواته في الانتخابات بالرابع من يوليو؟ نعم، كناخب بريطاني يعتقد البعض أو الكثيرون أن هناك تخبط في السياسات الحكومية، أن هناك لا يوجد رؤية واضحة في قيادة دفة الحكم في بريطانيا وقيادة بريطانيا خلال هذه الأزمات المتكررة والكبيرة. وكمستثمرون يرون أن هذا الأمر مقلق، لأنه تغير الحكومات يعني تغير النهج الاقتصادي، عدم استقرار، حالة عدم يقين، وبالتالي هذا يجعلهم يعني لا يثقون بالأجندة الاقتصادية للمدى القصير أو المتوسط، وبالتالي فما بالك بالأهداف التي تتحقق في خطة تنمية طويلة الأجل. لكن أنا أريد فقط أن أعرج على أوكرانيا، وهو أمر جدا مهم حتى بالنسبة للاقتصاد البريطاني. الموقف الحكومي البريطاني بالنسبة لأوكرانيا سيكون معتمدا على الجانب الأمريكي أكثر مما هو على تقييمات بريطانية محلية. إذا كان هناك نجاح للرئيس ترامب في تغيير دفة أو الأزمة إلى حالة من الاستقرار أو التعاطي مع روسيا، فإن الجانب البريطاني هذه المرة لن يعارض الجانب الأمريكي، وسوف يكون توافق في هذه الوجهات. أما بالنسبة لقضية غزة مثلا، فأعتقد أن بعكس ما يعتقده البعض أن حزب العمال إذا ما فاز سوف يتوجه بحملة دبلوماسية كبيرة وضغوط على الجانب الإسرائيلي لتهدئة الموقف، لأن الجانب البريطاني ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط كمنطقة استثمار واعدة، كمنطقة يستفيد منها الاقتصاد البريطاني، وبالتالي حالة الحرب لا تخدم هذه التطلعات في جذب الاستثمارات من تلك المنطقة. يعني هل تعتقد بأنه فيما يتعلق بالشرق الأوسط سنرى موقف بريطاني مختلف وسنرى تغير في اللهجة مع المنطقة في الفترة المقبلة؟
نعم هذا صحيح، لأن هذه المنطقة متطورة وسريعة التغيرات، وبالتالي هي منطقة صحيح أنها جاذبة للاستثمارات ولكنها أيضا تقلق الاقتصاد العالمي. ورأينا سلاسل التوريد كيف تم قطعها، رأينا خلل في أسعار النفط، وبالتالي بريطانيا تعتمد بشكل كبير على هذه المنطقة، سواء كانت كمنطقة مرور أو ترانزيت أو كمنطقة لشركاتها التي تعول على الاستثمار فيها. طيب، استطلاعات الرأي حتى الآن تتحدث عن صعود حزب العمال بشكل كبير، ونعلم هذا يعني ديموغرافيا داخل بريطانيا هناك شرائح مختلفة من أصول عربية، من أصول مسلمة، من أصول مختلفة داخل بريطانيا. إلى أي حد أي تغير في السياسة الخارجية منذ الآن وحتى الرابع من يوليو قد ينعكس على الشارع البريطاني، قد يغير أو يدعم أكثر حزب العمال؟ يعني واضح من الكلام الذي صار من خلال كير ستارمر عن أنه سوف يدعم حل الدولة الفلسطينية، ولكن لم يوضح كيف أنه يضع في الحسبان التغيرات وحالة التململ الكبير التي حدثت داخل صفوف حزب العمال والانتقادات التي وجهت لهم في الحرب أو في موقف من غزة. وبالتالي هو لا يريد أن يحدث انقلاب داخل الحزب في حال استمرت هذه الحرب. لذلك من غير المصلحة لا البريطانية ولا الحزب عمالية أن تستمر هذه الحرب، وبالتالي سوف يكون هناك تعاون أكبر خاصة مع دول الخليج العربي، وسوف نرى بكل تأكيد حملة دبلوماسية عالية المستوى سوف تخدم هذه المنطقة وسوف تؤدي إلى إن شاء الله إيقاف هذه الحرب المدمرة. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة، الدكتور صادق الركابي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في المركز العالمي للدراسات التنموية، شكرا جزيلا لك. السيد باتريك دايموند ورئيس تخطيط السياسات للحكومة البريطانية سابقا، شكرا. أيضا السيد ماثيو ساتن مدير أتكس بارتنرز كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة. إذن وصلت إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة، أعود وألتقيكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.